لا تغيب شمس المدينة الأقدم في البلاد إلا لتشرق من جديد. ولات ولات إي ولات أو بيرو، تعددت الأسماء والسمي واحد، وتعاقبت الأزمان والمكان شاهد. لا يختلف مصير هذه المدينة عما آل إليه مصير أخواتها الثلاث. تتشابه الملامح، تتشابه المشاهد والمشاهد، من ولات إلى تشيت، ومن تشيت إلى شنقيط، ومن شنقيط إلى وادان. تتشابه فصول الحكاية وتتداخل أحداث الرواية. ولات الحكاية الأقدم بين الحكايات، والأخت الكبرى بين الأخوات. لا توجد مدن كثيرة حول العالم تبقى لهذه الفترة الطويلة، لذلك فإن بقاء ولات التي واكبت فجر الإسلام وامتدت جذورها إلى ما قبل ذلك، جعل الثقافة الولاتية الإسلامية تحوى بتصنيف من طرف منظمة اليونسكو الأممية كإرث إنساني تجب المحافظة عليه. لقد عصرت مدينة ولات بعض المدن القديمة التي أصبحت اليوم أثراً بعد عين، من بين مدن ككومبي الصالح وأوداغوست وأبير وأزوغي. ما زالت ولات المدينة القادمة من أزمنة بعيدة تغالب النسيان. وكأن مدينة النعم المجاورة والتي خرجت من حضن ولات ذات يوم تأبى إلا أن يبقى شريان حياتها ممدودا إلى أم المدن الموريتانية، موصولا إليها حين انقطع طريق القوافل القديم. هنا في قلب ولاته اختفت المشاهد التي ظلت مألوفة لمئات السنين وارتبطت بالنشاط العلمي والثقافي للمدينة. ساحة قدنو واحدة من الشواهد. في أيام عزها القديم لم تخل يوما من حلق العلم والذكر، وكأن تلاوة المرتلين ما زالت تسمع بين هذه الجدران الصامتة والشاهدة مع ذلك على تاريخ حافل وصاخب. من هنا مر معظمهم ذات يوم، العلماء الشناقطة لم ينقطعوا عن ولاتة ولا عن ولاتة انقطعت أخبارهم. في مدارسها حطت رحالهم، وفي مكتباتها سطروا تاريخها وتاريخهم. بيد أنه لم يكن مقدرا لهذا الازدهار أن يدوم إلى الأبد، فبموت طريق القوافل القديم ودخول المستعمر الفرنسي إلى ولاته في بداية القرن العشرين أسدل الستار على آخر فصول الحكاية الطويلة لهذه المدينة، والتي يقال إنها استقبلت أول الفاتحين الأمويين منذ فجر الإسلام. ولكنها لم تكن النهاية بقدر ما كانت بداية فصل جديد في حكاية يبدو أنها بلا بداية ولا نهاية،
أو حسب ما يلوح منها حتى الآن على الأقل. فإذا كان علماء المدينة قد هجروا عنها مع بداية العهد الكولونيالي، فقد تركوا في مكتبتها كنوزا علمية لا تقدر بثمن ولا يوجد لها نظير. تحمل هذه المكتبة اسم آخر قضاة ولاتا وعلمائها الذين رفضوا التعاون مع المستعمر الفرنسي لدى دخوله مطلع القرن العشرين. ترك لنا العلامة الطالب أبو بكر بن أحمد المصطفى المحجوبي الولاتي واحدا من أهم وأشهر الكتب المرجعية لتراجم أعيان علماء الشناقطة خلال 200 سنة الأخيرة، كتاب من حرب الغفور في ذكر ما أهمله صاحب فتح الشكور. الكتاب كما هو واضح من العنوان ما هو إلا تكملة لكتاب فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور لأستاذه العلامة الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي، والذي عاش قبله في ولاتة وأدرك القرن 18. ويعد هذان الكتابان من أشمل تراجم علماء الشناقطة، إذ ترجم لأزيد من 200 عالم وفقيه من ولاتة وتمبكتو عاشوا جميعا ما بين منتصف القرن 17 ونهاية القرن 19 الميلاديين. أقدم بعد مخطوط هون في المكتبة، اللي هي طبعا نحن اعتبرنا هون هي الامتداد المكتبة، مكتبة ثانية هون تعالت ودزرتها، هذه المكتبة الأصلية مكتبة الطالب أبو بكر، اللي كانت اللي هو آخر من تولى مشيخة المدينة من المحاجي، وكانت بيده مكتبة كبرى أشك منكم درت ودزرتها وطلعت عليها. هاي المكتبة أقدم كتاب فيها 1932 ديجا. وفي أدب الرحلات ترك لنا الولاتيون أقدم رحلة حج مدونة عذر عليها في مكتبات البلاد، وتعود إلى العلامة محمد البشير بن الحاج البرتلي الولاتي. وتتزامن هذه الرحلة مع الرحلة الاستكشافية التي قام بها الرحالة الإنجليزي مونجو بارك للمنطقة وأشار فيها إلى ولاتة. وبعدهما بقرن من الزمن سيتركنا للعلامة محمد يحيى الولاتي كتابه الشهير الرحلة الحجازية، والذي يعد من أهم المصادر في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. في هذه المدينة العالمة تتوزع المكتبات بين الدور الولاتية التي لها باع طويل في الاشتغال بالعلوم الشرعية واللغوية والمنطقية، ينحدرون من المجموعات الموريتانية المختلفة التي وصلت إلى المدينة في فترات متفاوتة. وكانوا سكانها من الصنونكة ومن مسوفة من صنهاجة، ثم دخلها العرب، وأول من دخلها من العرب السادة المحاجيب، دخلوها في القرن 5 الهجري، حيث وصلها جدهم يحيى الكامل المحجوبي في القرن 5 الهجري. ثم جاءت بعد ذلك قبائل عربية أخرى. عندما زرت المقابر وجدت الكثير من مشاهير أعلام ودان من القرن 9 الهجري العاشر الميلادي يدفنين في ولاتة. يذكر أن الشيخ البكاي الذي كان قادما من الساقية الحمراء لعله مر بأحواله في تليقي، وترك هنا وثيقة بشراء حديقة نحل بشنقيط. وأن الشيخ البكاي هذا رجل متصوف من ما قبل التصوف الطرقي، كان ما يعرف بالتصوف التأملي، ووصل إلى ولاته في تلك الرحلة الإيمانية، وهنا ظهرت له كثير من العجائب وكثير من الكرامات. وصل في مرحلة متقدمة من القرن 14 ميلادي، يعتبر هو الأب الروحي للطرق الصوفية كاملة، لأن ولوا استعمر الشيخ
شخص عمر الشيخ، هو من أتى بالتصوف عن طريق شيخه الإمام عبد الكريم المقيلي، ومنه انتشرت كل طرق التصوف الموجودة في شبه المنطقة. ومن هؤلاء العلام نذكر الوداني الذي كان من حيا سنة 1054، وهو أحمد بن عبد الله بن الأمين بن أهن اليعقوبي الوداني، الذي يعرف بقاضي ودان، وضريحه معروف في تازخت خرب المدينة، مكتوب عليه هذا ضريح قاضي ودان. ولا تقتصر خرجات ولاته عبر تاريخها الطويل فيما كتب عنها الشناقطة قديما وحديثا من أهل ولاته وجوارها وباقي المدن المعاصرة لها، بل سيتكرر ظهور ولاته في المصادر العربية ابتداء من القرن الرابع عشر الميلادي وإن تحت أسماء مختلفة. ذكرها الرحالة المغربي محمد بن بطوطة في كتابه تحفة النوار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. ذكرها الرحالة ليونها الإفريقي أو حسن الوزان في القرن الموالي في كتابه وصف إفريقيا. وذكرها عبد الرحمن السعدي في كتابه تاريخ السودان، والذي يعد اليوم من أهم المصادر في القرن السابع عشر. ويبدو أنه لا حصر لعدد المرات التي ذكرت فيها ولاته بعد ذلك في المصادر منذ القرن الثالث عشر وصولا إلى القرن الواحد والعشرين. ذكرها ابن خلدون عند ذكره لسجن ماسة، فقال سجن ماسة ومنها يذهب الرفاق لولات. ذكرها لارتباطها بهذا الطريق الصحراوي، وكنقطة لا مندوحة عنها للعبور إلى السودان. ذكرها عندما تكلم عن هدية ملك مالي المرسلة إلى أبو عنان الفاسي والتي تضم زرافة، وقامت في ولاته لفترة لأن الملك توفي إلى أن ينصب ملك جديد، ولما وصلت خرج الناس عن بكرة أبيهم ليروا هذا الحيوان الغريب، وانشد فيه هو ابن خلدون نفسه قصيدة موجودة في تاريخ ديوان المبتدا والخبر، فقد ذكرها ابن خلدون في كتابه العبار 6 مرات. إن التاريخ الحافل والغني لهذه المدينة هو ما يحصنها اليوم من الانتظار لتحفظ لنفسها بعضا من عزها القديم، آخذة مكانها اليوم كواحدة من أهم مدن ولاية الحوض الشرقي. فبوجودها اليوم كشاهد على ما تبقى من طريق قوافل قديم، تبقى ولاته واحدة من عجائب البلاد وغرائبها وأهم مزاراتها، تشد إليها الرحال من بعيد وتدهش الزائر بفن معمارها الفريد. لا يعرف الزائر لمسجدها من أين جاء الولاتيون بهذا الفن المتطور، وهل تعود هذه الأقواس في مسجد المدينة إلى فن العمارة الدمشقي أم هي محاكاة للفن الأندلسي؟ ونقوشهم وزخارفهم، هذه الزخارف الجدارية التي تميزوا بها دون غيرهم، هل هي نقوش مسوفية من الأزمنة الصنهاجية أم هي رموز إفريقية من أيام مملكة الذهب الأسطورية؟ قد لا يظفر الباحث ببعض الإجابات السريعة على التاريخ الغامض لهذه المدينة ما قبل الإسلام، ولكن تكرر ظهورها تحت أسماء متعددة في المصادر القديمة والقروسطية
يجعل من ولاته وبدون منازع أقدم تجمع حضري في البلاد ما يزال قائما حتى اليوم. وكانت نشأتها الأولى على سابقاتها من أخواتها المدن العتيقة، فقد ذكر الشيخ سيد محمد الكنتي أنها كانت في السنة الأولى بعد السنة الثانية بعد الهجرة، وذكرت القصة التي يذكر بها عقبة بن نافع بأنه أتى هنا وخلف بها ابنه العاقب وأنه مدفون بصحن مسجدها. مسجدنا هذا هو أقدم المساجد في البلاد الشنقيطية، لأن أبير التي هي شنقيط القديمة اندثرت واندثر مسجدها، وشنقيط الحالية بنيت في القرن التاسع الهجري. إذن مسجد ولاته هو أقدم المساجد على الإطلاق في البلاد الشنقيطية. يصر الولاتيون على أن مدينتهم تعود إلى فجر الإسلام، وثابت في ذاكرتهم الجمعوية أن الضريح الذي يوجد في مسجدهم يعود إلى تابعي من زمن الفتوحات الأموية. بيد أنه بقدر ما تتعدد أسماء ولاته في المصادر التاريخية بقدر ما تتعدد قصص النشأة والتأسيس. على مدى 1500 سنة من تاريخها على الأقل لم تهيمن ثقافة واحدة على ولاته، وإنما كانت ولاته في معظم تاريخها هي الحاضرة الإسلامية والحاضنة الثقافية التي ذابت فيها جميع الفوارق. فهذه البلدة القديمة على الحدود الفاصلة بين الصحراء وبلاد غانا الأسطورية لم تغلق يوما أبوابها أمام عابر السبيل، ويبدو أن التقري البشري عند سفح هذا الجبل يعود إلى أزمنة ربما فات الوقت لنعرف عنها الشيء الكثير. يمكنك أن تعود بالزمن إلى الوراء كما تشاء، ستجد أن هذه الهضبة كانت دائما مأهولة بالبشر، أو على الأقل كما تقول المشاهد هنا. يقال إن بيرو تأسست في القرن الأول الميلادي ضمن مملكة غانا الإفريقية، ولكن حتى هذه الأخيرة لا توجد عنها الكثير من المصادر المكتوبة من تلك الحقب الغابرة. وأقدم ما لدينا من المصادر المكتوبة عن مملكة الذهب التي كانت ولاة ضمن حدودها هو ما ترك لنا الجغرافيون العرب. أما أول مؤرخ عربي يزور مملكة غانا في أواخر عصورها فهو أبو القاسم محمد بن حوقل، الذي نزل بعاصمتها كومبي صالح في العام 790 للميلاد. تحدث ابن حوقل عن مدينة غانية بها أغلبية مسلمة ويوجد بها 12 مسجدا، ومع أن ملوكها أبقوا على وثنيتهم القديمة حتى ذلك الوقت، إلا أن مدينة كومبي صالح كانت نموذجا فريدا للتعايش في ذلك الزمان، أو كما يلاحظ ابن حوقل. ويؤكد ما تركه لنا هذا المؤرخ من معلومات عن عاصمة غانا ما كشفت عنه الأبحاث الأركيولوجية بالموقع مطلع القرن العشرين، والتي أزاحت الستار عن هذه العاصمة الإسلامية الإفريقية. وسيفتح اكتشاف الموقع من طرف الباحث بونيل دي مزير الباب واسعا أمام حفريات أخرى ستكشف عن حجم النشاط والازدهار الاقتصادي والثقافي الذي عرفته كومبي صالح، قبل أن تضع الصراعات بين الممالك الإفريقية
نهاية لحكايتها التي دامت 4 قرون. ولعل ولاتة أو بيرو في ذلك الوقت لم تكن بمعزل عن تلك الصراعات نظرا لموقعها القريب من عاصمة غانا. وإذا كان ابن حوقل هو أول مؤرخ يزور بلاد غانا، فقد كان أيضا آخر من زارها، ولكنه بالتأكيد لن يكون آخر من يكتب عنها. ففي القرن الموالي سيحدثنا أبو عبيد الله البكري عن بلاد غانا في كتابه المسالك والممالك، عن ملكها العظيم وعن ما كان من أمر سقوطها بعد ذلك أمام فتوحات المرابطين، ولاحقا أمام أطماع الممالك الإفريقية الأخرى التي بدأت بالصعود في ذلك الوقت. ففي السنة الثانية من القرن 13 الميلادي سيؤدي دخول جيوش الملك سوماريكانتي مدينة كومبي الصالح إلى خرابها وهجرة أهلها وأعيانها وعلمائها في اتجاه الصحراء. هل ذهبوا إلى ولاته؟ الحاضرة الإسلامية المنسية في ذلك الوقت والتي يقال إن عقبة بن نافع بنى مسجدها قبل ذلك 5 قرون؟ لا تكون الإجابة حاسمة أبدا حين يتعلق الأمر بتلك الحقبة التي تشح فيها المصادر، ولكن تقول الرواية المحجوبية وهي الأشهر إنه في وقت ما بين القرن 2 والـ6 الهجري وصل إلى ولاتة شريف مهاجر من العراق يدعى يحيى كامل. تقول الرواية إن الشيخ وجد بها مسجدا أعاد إعماره، وحول المسجد تأسست المدينة من جديد. أعطى وصوله دفعا للمدينة حيث انتشر على يده العلم والدين، وكان في ذريته العلم والدين إلى يومنا هذا لله الحمد. في القرن 2 والقرن 5 هناك اختلاف روايات، لأن يحيى الكامل جاء الولاية هو الفاتح اللي فتح المدينة للإسلام، وظل الفتح متواصل الحمد لله إلى يومنا هذا. هذه الوثيقة اللي هي عن يحيى الكامل اللي أسس مدينة ولاتة، يفتح مدينة ولاتة، وهاي هو أبناؤه وهاي هو أجداده كي اللي يجبرنا فيها، لأن يحيى الكامل بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين العابدين بن الحسين. ومهما تأرجحت الروايات حول تاريخ وصول الشيخ يحيى كامل بين تلك التي تعيدها إلى القرن 2 الهجري وبين تلك التي تعيدها إلى القرن 6، فيبدو أن إيوالات ستظهر كحاضرة إسلامية قوية في ظل إمبراطورية مالي، بل ويحتمل أن ملك مالي العظيم مانسا موسى مر بولاتة في طريقه إلى الحج مطلع القرن 14. فقد ذهب هذا الملك المسلم إلى الحج عبر القاهرة سنة 24 و300 للميلاد، وقد اشتهرت هذه الرحلة الملكية في المصادر العربية لكثرة ما وزع هذا الملك السخي من ذهب وفضة في طريق الذهاب كما في طريق الإياب. ولكن الاسم إيوالات لن يظهر في المصادر إلا بعد حجة المانسا موسى بـ 1/4 قرن، وتحديدا في العام 52 و300 للميلاد. ففي شهر إبريل من نفس العام سيصل الرحالة العربي الشهير محمد بن بطوطة إلى ولاته، بحسب ما يذكر هذا المؤرخ في كتابه تحفة النوار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. فإن ولات التي أشار إليها بالاسم إيوالات كانت تعيش في عصرها الذهبي في ظل مملكة مالي، ما يشير إلى أن مسار صعودها بدأ قبل ذلك بزمن طويل. فقد جاءها الرحالة العربي القادم عبر طريق سجل ماسة في إحدى القوافل التجارية التي كانت تنظمها شركة المقري. المقري الاسم النشط في ذلك الوقت في التجارة بين ولاتة والمدن المغربية والجزائرية القديمة. شركة المقري إخوان التي ذكرها حفيدهم المقري في كتابه المعروف نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب،
في قوافل معروفة وتذهب للسودان وتأتي بالمنتجات السودانية خاصة الذهب. وكان لهذه التجارة القافلية دوران، دور حمل الروافد الثقافية وحمل الموارد الإنسانية. هذه المدينة التي تسمى ولات شاركت مع هذه المدن في مرحلتها، مع أنها سبقتها بمراحل أخرى، بحيث كانت صنوة لسجلماس وتلمسان وقتما كان الطريق إلى الشرق أكثر. كانت ولات التي حافظت على علاقة طيبة مع ملوك إمبراطورية مالي في القرن الثالث عشر تعيش قمة نشاطها وعطائها، لذلك عندما زارها الرحالة العربي محمد بن بطوطة في ربيع العام 52 و300 وألف للميلاد، لاحظ الثراء الذي كانت تعيشه هذه الحاضرة رغم وجودها وسط الصحراء. يقول ابن بطوطة: وتأتيهم القوافل من بلاد السودان ويحملون الملح، ويباع الحمل منه بثمانية مثقيل. هكذا تحدث الرحالة العربي الشهير ابن بطوطة عن مدينة ولاته في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي. فكيف ازدهرت هذه الحضارة وسط الصحراء؟ وأهم من ذلك، ما هي العلاقة التي تربط هذه المدينة بأخواتها الأخريات من المدن القديمة والموجودة حاليا في الحيز الجغرافي لموريتانيا؟ ومهما يكن من ازدهار ولاته في القرن الرابع عشر الميلادي إبان زيارة ابن بطوطة لها، فيبدو أن هذا الازدهار لن يكتب له أن يدوم طويلا بعد هذه الزيارة المسجلة، كما تشير الأحداث بعد ذلك. ففي القرن الموالي سيصل العالم الرباني الشيخ سيد أحمد البكاي إلى ولاته، ويبدو أن الشيخ لم يدرك شيئا من العصر الذهبي لولات التي صور ابن بطوطة في كتابه. وتذكر الرواية إن الشيخ سيد أحمد البكاي عندما حل بهذه الديار قادما من آدرار وواد نون، وجد ولات في ذلك الزمان مجرد قرية بدائية بواد موحش تحفه السباع والضباع، وكانت القوارض تنهش في السكان مع حلول الظلام. بل حتى إن الشيخ تقول الرواية قد أخذ على أهل ولات ابتعادهم عن تعاليم الدين الإسلامي بعد هجرة الكثير من علمائهم إلى تمبكتو، ويؤكد ذلك ما تركه لنا ليون الإفريقي الذي زار المدينة بعيد الشيخ سيد أحمد البكاي، حيث يقول ليون الإفريقي إن ولات كانت في القرن الخامس عشر مجرد حاضرة صحراوية تعاني من العزلة وغياب السلطة القضائية. فكيف تحولت ولاته من الازدهار إلى الانحسار في هذه الفترة الوجيزة؟ بين زيارة ابن بطوطة ومجيء الشيخ سيد أحمد البكاي في القرن الموالي. من المؤكد أن الإجابة تكمن في الأحداث التاريخية التي تذكر المصادر بعد رحلة ابن بطوطة الموثقة، فيبدو أن أحداثاً كبرى زلزلت المنطقة بأكملها ستشهدها نهاية القرن الرابع عشر، وسيكون من شأن هذه الأحداث أن تعيد هذه الحاضرة الصحراوية إلى غياهب النسيان مرة أخرى.
فأما مملكة مالي الحاضنة السياسية لإيوالات فقد كان مصيرها إلى الزوال بعد أقل من 20 سنة من زيارة المؤرخ ابن بطوطة لها، حيث سقطت عاصمتها أمام مملكة البمبارة الصاعدة في العام 70 و300 للميلاد. ومن جهة أخرى بدأت تمبكتو تظهر كمركز منافس لولاته على إثر تحول محاور التجارة في ظل الممالك الإفريقية الصاعدة على أنقاض مملكة مالي. يؤكد ذلك ما جاء في كتاب فتح الشكور، ويؤكده أيضا ما جاء في كتاب تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدي الذي عاش في القرن 17، إذ يقول في كتابه: وكان في عمارة تمبكتو خراب بيرو أولاته. ومهما يكون من خراب بيرو وانحسار دورها بعد ازدهار تمبكتو مطلع القرن 15، إلا أن المدينة العجوز كانت بعيدة من أن تكتب آخر فصول حكايتها. في القرن 16 ستعود إلى المصادر من جديد، وهذه المرة تحت اسمها الحالي ولاته. وستكون ولاتة عنوانا لحكاية أخرى، حكاية تتداخل فصولها هذه المرة مع المدن الموريتانية القديمة الأخرى والتي بدأت بالظهور في ذلك الوقت على طريق القوافل القديم.